بسم الله الحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة كان ربي قال ربي أوزعني اهديني أن أشكر إلى الشكر النعم التي أنعمت علي. لا ينكرها أغلب الناس، يقولوا نعم لي يا ربي، ليش بالمال، نعم لي يا ربي بالأولاد، نعم لي يا ربي بالشهادة العليا وكذا. هذا لسان وما اعطيني الجليل ان تعكس فيه، هل انت فعلا معترف بالنعمه ولا انت من الشاكرين لتلك النعمه؟ وقل ربي واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم. هذه حال الاغلبيه من الناس عبر التاريخ، ان عذابي لشديد وذاك على الخلطه، هذه البشريه التعيسه ما تخرج من مصيبه الا تقع بمصايب. نسال الله السلامه.